فانا نكمل التيست. هذا السؤال 16 مثل ما شايفين عندي ديك بيرد جان. اقول لي هاوز دشندا كالان باهتشينين الانونو جوستلان جبيسال افاده هانجي سيدر. طبعا هذا عقل لي بالاصل كاري يعني هون اكس زائد يه هذا اكس زائد يه والمطلوب هو الالان اللي برا طبعا. فبقول الالان اللي برا هو الالان الكبير يعني ا ب ج د هذا الكبير كتير كتير الالان اللي له اللي هي اكس زائد ي ضرب اكس زائد ي يعني بنعرف انه اكس كاري زائد 2 اكس ي زائد ي كاري هي الاشليك الشهيره. بعدين باخذ الالان الصغيره الالان الصغيره هي الالان تبعت اي في جي هي هي حيطت لي اصلا 2 اكس ضرب ي 2 اكس ي طبعا هذه ي كنت نسيانها فوق. الالان المطلوبه معناتها اللي بده اياها كالان الان اذا بتكون هي الفرق بيناتهم اكس كاري زائد 2 اكس ي زائد ي كاري رح نروح منها ناقص 2 اكس ي يعني ضل لي اكس كاري زائد ي كاري يعني الجواب هو الجواب دي. سؤال 17 اجى مثله بهذيك السنه او اللي قبلها عقل لي هانجي سي يا باكاردان تاكويميني بير يا براودر. مين هدول من اللي تحت رح يكون منطبق على هاي منطبق عليها نحن نسميها الاشليك اذا بتذكروا انه مثلها تماما تماما. لاحظوا هون 61 59 معناتها هون الكماله رح تكون 60 درجه بما انه الاتش اتشلارتو بلامو يو 6 ان ومعناتها بدي اشوف مين بحقق هي الشغله. طبعا هون معناتها هون 61 اي 61 هون عندي معناتها هون ال 60 هون معناتها عندي 60. طبعا بدي يكون 61 59 و60 وال 7 سنتيمتر بين مين ومين؟ بين ال 61 وال 59. فواضح ال 61 وال 59 7 سنتيمتر هو الجواب اه. سؤال 18 يوكادا فيريلان مرديفينين ايمي يوز ديك اتش قد هذا الايم اللي له؟ والله انا هون عندي الايم يعني معناتها لازم اطلع 1 2 3 4 هذا الارتفاع وش قد مشيت لتحت يعني اذا جيت رسمت من هي النقطه لهي النقطه يعني هيك عندي هون كل ما عم اطلع 0.1 0.1 0.1 0.1 يعني 4 ضرب 0.1 اللي هو 0.4 وبشكل يطاي 0.4 كل مره فأربعة ضرب 0.4 يعني 1.6 فما حدا يكتب 0.16 هذا غلط ها هي متعلمينها من قبل. فمعناتها الايم هذه 0.4 وهون عندي 1.6 الايم 0.4 على 1.6 طبعا هذا بتعرفوا منزيح الفاصلة على اليمين بيبقى لي 4 على 16 اللي هو 1 على 4 وواحد على أربعة مثل ما بتعرفوا يوزدي كاتش يوزدي يرمي بير يرمي بير. سؤال 19 كان سؤال هذيك السنة يمكن دوت 2020 سؤال جدا سهل عبقل لي يلضا أولدو كتابلارن تلريني دالمو أو قري دالمو أشاردكي دايرة مثل ما شايفين 120 درجة رومان 90 درجة شهير طبعا ببقى هيكاية 150 درجة وعلى عبقلي هاد بدي اساوي رسمة ستون. نحن اول شيء بندور انه الرسمة لازم يكون فيها الهيكاية اكبر الشيء الشير اصغر الشيء وفي النص رومان يعني مثلا الا الشير اصغر الشيء الهيكاية اكبر الشيء رومان في النص هذا مقبول. البي حيطت لي الشير اصغر الشيء بس الرومان اكبر الشيء هذا غلط. الجي حيطت لي الرومان اكبر الشيء وهذا غلط. الدي حيطت لي الرومان اصغر الشيء وهذا كمان غلط، معناتها الجواب مباشرة هو الجواب اه. سؤال 20 كمان كان من هذيك السنة 2020 عبقلي بير شهري دمير يولو هاتلارو في عندها ثلاث خطوط كا لي مي بتمشي بهالخطوط من ا لعند السي
Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir. Kilometre bağ. ABC istasyonlarından hareket eden KL ve M trenleri ortak olan D. Neyden vasıl an D? وبعدين كملوا لعند C. عقلي هلا جتيلري يلارن uzunluğu göre doğru sıralanmış. Rattab li min akthar shi mishi. والله بنجي على K. مشت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 لوصلت ل D. 15 كوك 2. هاي لوصلت ل D. طبعا بعدين بمشوا نفس المسافة فما بهمني. أنا بهمني لعند ديمي مش أكثر شيء كأنه. طبعا 15 كوك 2 بتعرفوا مدخل 15 لجوا 225 بصير 450 مع 2 ليه؟ والله 1 2 3 4 5 6 7 8 8 مرات كوك 5 مندخل 8 لجوا بتدخل 64 و 64 ضرب 5 5 ب 60 300 و 5 ب 24 يعني 320 اخر شيء 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 عندها 13 كوك 3 تدخل 13 169 هي رح اكتبها هون 160 69 بدي اضربها ب 3 يعني 7 2 18 و 2 20 0 أس 2 طلع لي 5 507 معناتها هاد المسافة اللي مشيتها مي هاي المسافة اللي مشيتها لي وهي المسافة اللي مشيتها كا لو وصلوا طبعا للنقطة دي وبعدها بعدها عم يمشوا نفس المسافة فواضح معناتها مين أكبر الشيء واضح أكبر الشيء مي بعدين بتجي كي وفي الأخير بتجي أصغر مسافة مشيتها مين هي هي لي. السؤال الأول بالتست الماضي عقلي أتك يالار özel tasarlanmış çaplarının oranı 15 bölü 8 olan iki çeşit bidonla toplanmaktadır. عقلي هن عم جمعوا هو في ما يسمى الأتك يال وعقلي إنه هذا 15 على 8 يعني هون إذا كان 15 هون 8 أو 30 على 16 وهكذا يعني نكتب 15 على 8 مثل ما حطيت لكم أنا. Bu bidonlardan özdeş olanlar atık yağ toplanma alanında doğrusal olarak ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde dizildiğinde üstten görünümü aşağıdaki gibi olmaktadır. Lazı hattu hay vuhde 15 15 abim şu on. İza vahit talle aleyhum min fok bi şu on hek. Yani iza tallatu aleyhum min fok. 8 ve ba'da hon 8. Ulahzu ne bidonlar sağdan ve soldan hızalı olacak biçimde dizilmiştir. Vadih vassal nefsel mecal. Yani الطول لو جيت قلت لكم طول من هون لهون شو يساوي لو هيك بس سألت سؤال والله هو عدد بتقسم 15 15 15 و 8 8 8 اللي هو ممكن معناتها يكون الايكوك تبع 8 و 15 او اكثر يعني المضاعفات. شو المطلوب؟ Buna göre dizilen bidonlar tamamen doldurduğunda toplamda en az kaç litre atık yağ geri dönüşme kazandırılmış olur? Ya tara hayabbu alal aqal ish qad iza abbayt min hadul min hadul مثل ما شايفين بهذا الطول كله اقل ما يمكن اقل ما يمكن بروح بحسب الايكوك هذا الطول هو الايكوك تبع ال 15 وال 8 طبعا الايكوك تبع ال 15 و 8 فعليا هدول ارالغندا اصال بنضربهم ببعض بطلع 120 الطول كله معناتها انا عندي كم وحده من ام ال 15 هدول من الكبار في عندي سكيس ثاني 8 15 15 15 8 مرات ومن عندي اللي الشابل اللي لون 8 هدول عندي 15 ثاني طيب اذا عندي 8 من ام ال 15 يعني اللي قطره 15 يعني هي اللي بتسع 50 لتر و15 ثانيه من ال 8 هي الصغيره اللي بتسع 15 لتر التوبلام مش قد كله والله هدول رح يعطوني 8 ضرب 50 400 لتر
هدول 15 طانية وكل واحدة 15 لتر بيعطوني 225 لتر، معناتها مجموعهم كلهم على بعضهم هو 625. سؤال ثاني، طبعا واضح الاسلوب فادي. Aşağıdaki şekilde şekil 1'de oyuncak bir trenin bağlantı noktalarından ayrılabilen her tren tuğfum psa sıkke fiyo nisamiyon ray özdeş ray o kıta sıkke hadidiye tren birbirine ölçü atini attul وقال لي اذا هو حطيتهم بهذا الشكل مثل ما شايفين هيك بطلع الطول كله 4 ديسي متر. طبعا هو شو عم بقول هون معلومه، 4 ديسي متر هي 100 ملم، يعني هذا اذا بدي انه 400 ملم. لاحظوا عندي طبعا هون بشكل يطاي 5 اس 2 يعني 25 ملي، وبشكل دي دي 32 ملي ما شايفين. تمام، طبعا حطهم 25 25 يعني هون 25 25 25 25 طلع معه 400، معناتها كم وحده انا في عندي؟ إذا بدي أجي أسأل راي أو الراي لار صدر، راي لارن صيص، والله هو طوله كله 400 سنتي 400 ملم وكل وحدة 25، يعني 400 تقسيم 25 يعني 16، ببساطة بتساوي بالمي أو صادر اشترمي تطلع يعني 16 وحدة، معناتها أنا عندي 16 وحدة من هدول، وبدي هلا إيش أساوي؟ اروح احطهم 32 32، يعني اعمل هاي هيك 32 32 32 كم مره؟ 16 مره. ايش قد بيطلع الطول كله؟ عم قل لي هون والله هو 32 ضرب 16. طيب يعني هذا 2 اس 5 ب 2 اس 4 يساوي 2 اس 9 طبعا. سؤال ثالث، عم قول لي اول شيء 1 متر اشيت 100 سنتيمتر، ما هي بنعرفها نحن انه المتر هو 100 سنتيمتر. وعم قول لي في عندي هون مارانجوزون اشادكي جيبيدي كوت كان بيتشم دي في فالكلرنك تي 3 تحت صفر، مثل ما شايفين في صاره طوله 420 سنتي كافيرنج 360 يشيل 400. مارانجوز بو تحتالار هير بيري كل وحده منهم كان دي اتشم دي ضمنه eşit uzunlukta olacak şekilde parçalar buluyor. Yani راح مسك الصاروخ قطع عن قطع متساوية ما بنعرف قد عددهم. الكهفي رينجي نفس الشيء بس ما بنعرف اذا صغار ولا كبار، يعني نحن بنعرف انه الصاروخ راح يطلعوا نفس القياس، الكهفي رينجي نفس القياس ايني بويكلوك واليشيل ايني بويكلوك، بس ممكن اليشيل يكون اكثر من الكهفي رينجي او اكبر منهم، الصاروخ تكون كبيره ما بنعرف. المهم الصفر بين بعضهم، الصاروخ بين بعضهم متساويين، كافيرنجي بين بعضهم على صنداء اشيت يشيل اشيت بارتشا. طيب elde ettiği parçalardan sarı olanları uzunluğu 4 çarpı 10 üssü eksi 1 metre. معناتها هلا عندي الصاره، هي راح اكتب انه الصاره حرف السيا صاره بارتشا، هاي الصاروخ بارتشا أزونلو، هاي راح أكتب صاروخ بارتشا أزونلو، شو قد طوله يعني؟ والله هو 14 ضرب 10 أس ناقص 1. طبعا هذا متر، أنا بدي بالسنتيمتر بما إنه كلهم سنتيمتر، راح أضرب ب 100، يعني بطلع معناتها 140 سنتيمتر. واضحة هاي للكل. 10 14 ضرب 10 اس ناقص 1 ضرب 100، بتعرفوا نحن ال 100 ب 10 اس ناقص 1 هي 10، يعني مع 10 اس ناقص 1 مثل 1 تقسيم 10، فهي بيطلع 140 سنتي. معناتها انا هدول الصاروخ راح اقسمهم 140 140، ما هن 420، معناتها يتقسموا ثلاث قطع 140 140 على الماشي، هم 140 سنتي 140 سنتي 140 سنتي، معناتها الصاروخ عندي كم وحده؟ ثلاثة. نجي على الكهف رنجي، والله الكهف رنجي عم بقول لي اظن له 36 ب 10 اس ناقص 2، هي الكهف رنجي ايش قد بيطلع الاظن له؟ والله 36 ب 10 اس ناقص 2 ضرب 100
ما هي 10 اس ناقص 2 1 مقسومه على 100، بتروح مع ال 100 بتطلع لي 36 سم. معناتها الكهف رنجي انا بدي اروح اقسمهم 36 36 36، واضح بيطلعوا لي 10 معناتها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هي 36 36 على المشي، معناتها هو بيطلعوا 10 قطع. نجي على اليشيل، والله اليشيل 1.6 ب 10 اس ناقص 1، حكتب معناتها يشيل اوزون لو، طبعا اوزون لو تبع البارتشا شو هو؟ والله هو 1.6 ب 10 اس ناقص 1 ضرب 100. اول شيء ال 100 ب 10 اس ناقص 1 10، ب 1.6 بيطلع 16 سنتيمتر. معناتها هي ال 400 بدي اقسمها 16 16، يعني هون 16 16 16. طيب كم وحده؟ والله منقسم 400 على 16، اذا اختصرنا على 4 بيطلع 100 على 4 بيطلعوا 25 وحده، يشيل 25 قطعه. طيب معناتها طلع لي الصاروخ 3 كافي رينجي 10، يشيل 25 توبلام كوتش بارتشا، عددهم كلهم هو 38 وحده. سؤال 4، أحمد تيني لين دي يازلار سيلين ميش ديكتور جان بيشي من دي كات بيل جدول بلون مكتر، عنده هيك مثل المسطرة على شكل مستطيل من هون فاضي يعني. أحمد بو جدولي بلي اللي بيريا لين دام من هون مسكة وقطعة، عقول kesince bir parçanın diğerinden 5 santimetre daha uzun olduğu görmüştü. وحده قطعه راح تكون اطول من الثانيه بخمسه، يعني اذا افترضنا هاي القصيره اكس مثلا كمثال، يعني هاي الطويله راح تكون اكس زائد 5 اطول منها بخمسه. يعني مثلا اذا هاي 6 بتكون هاي 11، هاي 3 بتكون هاي 8، ما بنعرف نحن، بس وحده اطول من الثانيه بخمسه. طيب تمام. احمد elde ettiği bu iki cetvel parçasıyla dikdörtgen biçimindeki mutfak masasının uzun kenarının uzunluğunu köşelerde taşma olmadan aşağıdaki gibi ölçmüştü. Mutlu meşefim mesela kavul kıta attavili hon hatton ha x zayet 5. Hay tuğla x zayet 5. Taban tuğla ha yani. X zayet 5 x zayet 5. Hon hat x x x x x x. بعدين عقل لي يا ترى اذا جبت هلا بونا جوري احمد ايني مصاي جدولي كيس مدن من دون ما اكسره لهي المسار، وجيت حطيته وقررت اقيس، شلون راح يطلع لي الشكل بالقياس؟ والله اول شيء خلينا نعرف قد الطول كله مشان نعرف نحسب، شلون بدنا نعرف الطول؟ لاحظوا هذا الطول مثل هذا الطول، مو هيك؟ اربع مرات اكس زائد 5 يعني 4 اكس زائد 20 لازم تساوي 6 مرات اكس، لازم يطلع هاد 6 اكس. ايش قد لازم نحط محل اكس؟ والله هي دان كلام، بننقل 4 اكس لعند ال 6 اكس. 2 اكس تساوي 20، ومنه الاكس الوحده تساوي 10 معناتها. فهمنا الشغله معناتها، معناتها هذا هون كان 10 20 30 40 50 60، هي طولها هيك كلياته هيك 60. فوق طبعا مقسمين 15 15 15 15 10 زائد 5 تمام، والمسطره كلها معناتها هي هيك كلياتها، ايش قد طولها هيك كلياتها؟ اذا سمينا قلنا اتفقنا هاد اكس واكس هون زائد 5، هاي المسطره كلياتها اصلا طولها معناتها 10 و15 25 سم. معناتها انا اذا جيت حطيت هلا المسطره على هاد ال 60 راح احط اول شيء 25 بعدين احط 25 بعدين احط 25 رح تزيد شقفه، يعني مثل مين؟ مثل الشكل A. اذا بتشوفوا الشكل A حطوها هيك ايش بتلاحظوا؟ التحت هذه كلها 60 وهون 25 25 25 75، فلاحظوا طلع شوي زياده وهي منطقي، بينما بالبي التحت 60 وهو 25 25 25، ما معقول يكون 75 و25 مثل بعض. اللي تحت نفس الشيء حاطط مرتين بس، انه مرتين بيطلع لي بس خطا، هذا اللي فوق 50 وتحت 60 اكيد ما هم مثل بعض. اللي تحت اذا حطيت 25 25 25 هذا معقول يكون 60 وفوق 70؟ ما معقول، شلون 60 اطول؟ ما بصير.
الجواب اللي ممكن يطلع لي هو الجواب اه، رح يكون في زياده من المسطره. سؤال خامس، الكي اوز ديش دون دورما تشوبكلارنا كلنا راك اشردكي جيبي كاريلر اولشتورمايا باشليو. تاكل بوزه كثير دون دورما، وكل مره بتاخذ العوده وش بتروح تساوي فيها؟ بتساوي فيها اشكال، عوده عودتين. لاحظوا بلزمه هون اربع عود مشان يطلع لي اول شكل، هون بلزمه اثنين 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 ثمانيه، هون بلزمه ثلاثه 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 12 عوده، يعني عم تساوي اشكال مربعات كلهم. عم تقول بعد السؤال كاريليري اولشتورماك اتشين كولاندو تشوبوك سايلارو aralarındaki fark sabit olan bir örüntü verilmektedir. أنه في فرق واضح أو في طريقة ما يسمى الأرن. إذا بتذكر أرنتو، أنه في شكل معين عبصين من خلاله شو تصميم هو المربعات. شو هو الشكل؟ واضح أنه أنا أول مربع عم استخدم فيه أربع عوض، ثاني مربع عم استخدم فيه ثمان عوض، ثالث مربع استخدم فيه 12، مبينه يعني عبده كانه باربعه، يعني اربعه بعد 8 بعد 12، كانه عبده اول واحد اربعه، الثاني 8، الثالث 12، مبين كثير يعني. الرابع ايش رح يطلع لي معناتها؟ غالبا يطلع لي 16 عوده. الخامس استخدم ايش قد؟ والله 20 وحده. السادس رح استخدم ايش قد؟ 24 وراح اكمل، يعني في اورنتي واضحه. هل بير دوندورما تشوبونون اوزونلو بير ديسيمتر اولوب؟ أقل كل واحد طوله واحد ديسيمتر، تمام. الكنين أولوشتردو سون إكي كاريسال بولجنين ألانلارو توبلاما 61 ديسيمتر. أقول حسب لي الألان، آخر اثنين رح يكون مجموعهم قد 61. طيب أنا تعالوا نحسب الألان، هلا هو عدينا العود هون، نحن هون أنا ما بدي العود، تعالوا نحسب الألان. أول واحد والله واحد ضرب واحد مساحته واحد هذا الألان، يعني إذا جيت حطيت إنه هون على حسب الألان. ثاني واحد والله اثنين باثنين، الألان اللي له أربعة. ثالث واحد الألان له ثلاثة، يعني في عندي ثلاثة بثلاثة تسعة. الرابع 16، طيب أنا إيمتى أوقف؟ والله تعالوا نجمع ده مثلا، لو وقفت هون آخر اثنين إيش قد؟ 16 وتسعة، ما بطلع 61، عاد رح أكمل. عند الخمسة 25، والله 25 و16 ما بطلع 61. عند الستة 36، 36 و25 بطلع 61، اوقف هون معناتها، ممتاز، اخر اثنين هدول هن، الخامس والسادس. معناتها هي عدت سالت كم واحد كم شكل؟ ست اشكال. اول واحد استخدمت فيه مساحته واحد، بعد اربعه، بعده تسعه، بعده 16، 25، 36، وقفت. عقلي بوناغوري الكنين بو ايش اتشين كولاندر توبلام تشوبوك سايسي كاتشتر. عدد العود اللي استخدمتهم ايش قد؟ والله انتوا كتبناهم ورجعت مسحتهم انا. اول واحد استخدمت اربعه، بعد 8، بعد 12، بعد 16، بعد 20، بعد 24. اجمعوهم يعني. فلاحظوا شلون انا حجمعهم بطريقه ذكيه، بقول اربعه و24 28. 28 28 12 و16 28. 28 و28 و28 4 فوق 2 و2 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 8 يعني مجموعهم 84 وحده. السؤال التالي عقول تشيفري اوزونلو 210 مليمتر اولان كاري بيشيميندكي بير كارتون ايش كاريلاري بولونوب بو كاريلاردان بازلار مافيه بويانيو. واضح انه هذه كان عندي قطعه كبيره هيك مربع مثل ما شايفين، مقسمينهم 1 2 3 4 5 6 7 8، قسموهم 8 اجزاء، 8 ب 8 ب 8 ب 8، يعني 8 8 8 من كل الاطراف. التشيفري كلياته 2 اس 10، حيطلع لي التشيفري كله 2 اس 10. معناتها لو قلت انا بدي بس كنار واحد، اذا سميت كوتشوك كاري، هذا الكوتشوك كاري المربع الصغير كناره، كنارين اوزونلو اذا بدي شو يساوي؟ والله هو تشيفري 2 اس 10 ونقسم هون 8 عندي من هون، ومن هونيك عندي 8، ومن هون من هالطرف 8، ومن تحت 8.
يعني مقسم على 8 و8 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 32. طبعا يعني هذا بنعرفه انه 2 اس 10 على 2 اس 5 يعني يساوي 2 اس 5. معناتها الكتشوك هاد الصغار المربعات الصغيره كل واحد منهم الكنار اللي له هو 32، يعني 2 اس 5 ملم، 32 ملم. طيب بعدين شو عم تقول لي؟ بو كارتون بيركس مناك في دو كول دوكتان سون راكي قول نمو 10 راكي فيري المشتر. واضح كبين عليه قهوه، في اقسام راحت عليها قهوه وبعضها لا. كارتون دا كافي دو كولان قسمدكي مافي بويالو كاريليرين الان لارو توبلامو. عقل لي اللون ازرق ونكبت عليهم قهوه مثلا، نفترض هذا لونه ازرق هون، او فيهم مثلا واحد لونه ازرق، في واحد هون لونه ازرق، ما بعرف يعني كم واحد هن، بس هدول الان اللي لهم تطلع 3 ضرب 2 اس 12 ملم. معناتها كم واحد ازرق في موجود يا ترى؟ والله سهله، انا باخذ مساحتهم بقسم على مساحه واحد منهم بس. مثلا لو قالوا لي مثلا هون مساحتهم 3 ب 2 اس 12 وهون طلع لي مثلا مساحه الواحد منهم 2 اس 5، بقسم هذا على هذا بطلع لي عددهم. معناتها هلا بدي احسب الالان تبعت كل مربع صغير. والله الالان سهل، اذا طول الكينار 2 اس 5، هذا الكينار 2 اس 5 وهذا الكينار 2 اس 5، فالالان هي 2 اس 5 ضرب 2 اس 5 يعني 2 اس 10. هون في عندي 2 اس 10 الالان، 2 اس 10 الالان، كل واحد منهم 2 اس 10 الماضي وغير الماضي. معناتها هلا لو جيت انا قلت مافي بويالو كاريليرين سايس، لو جيت حلا كتبت هذا كارتون راح اكتبه كافي دو كولان قسم داكي مافي بويالو سايس، اذا بدي عدده شو يساوي؟ والله هو مساحتهم كلهم اللي هي 3 ضرب 2 اس 12 مقسومة على مساحة واحد منهم اللي هو 2 اس 10. والله هذه سهلة كثير، 2 اس 12 مع 2 اس 10 بضل 2 اس 2، بتعرفوا بنقص الاسلوب فادي، ببقى 3 ضرب 2 اس 2 يعني 3 ضرب 4، معناتها عندي 12 واحد. معناتها هون اللي تعبوا عليهم القهوة في عندي 12 واحد، 12 ماضي. السؤال هلا بو كارتوندان راست جيلي ستشيلان مافي بويالو، اذا اخترت انا مربع ازرق من المربعات الموجوده اللي هن ايش قد عددهم؟ 16 واحد، ها عددهم 16 لانه في 12 انكبوا عليه القهوه واربعه لا. مافي بويالو بيل كارينين كافي دو كولين قسم دا اولما اولا صلا كاتشر، شو احتمال يطلعوا من اللي انكبوا عليهم القهوه؟ والله هن 12 من اصل 16، بنختصر نحن على 4 ضل لي 3 على 4 يعني يزديت مش بيش